من دون ما نشعر. رواسب الحياة الحديثة تدش في جسمنا، يعني لو في آلة تكشف هالرواسب مثل آلة كشف المعادن في المطار، ها؟ شو أقول لك يا سلامة؟ كانت كشفت مواد كيماوية، معادن ثقيلة، مبيدات حشرات وغيرها. ضروري نغسل الفاكهة والخضار حين وصولها للبيت للتخلص نهائياً من المبيدات. حسب منظمة الصحة العالمية، التسمم الحاد بالمبيدات الزراعية مسؤول عن 20,000 حالة وفاة سنوياً حول العالم. أما التسمم المزمن نتيجة تراكم السموم الكيماوية في الجسم فمرتبط بوايد أمراض مثل باركنسون، زهايمر، سرطان، تلف الدماغ وغير هذا. ها؟ مو ضروري تستعملين منظف غالي السعر يا سلامة. هي؟ يكفي إنك تغسلين الخضار والفاكهة بالماء بشكل مركز. في أغذية مثل البطاطس قشرتها سميكة وعليها تراب، استخدمي الفرشاة في التنظيف، لأن تقريباً 30% من الناس مصابين بعدوى الديدان الطفيلية المنقولة عن طريق التراب. أما الأغذية اللي فيها زوايا مثل القرنبيط والبروكلي والخس فلازم تحطينها في ماء نظيف وبارد لمدة دقيقتين وعقب تغسلينها. المهم نتناول الخضروات والفواكه، ولكن ننتبه لنظافتها. وعساكم دوم صحة وسعادة.